قال: وكذلك من عليه قضاء رمضان لا يصح أن يصوم غيره حتى يقضيه. هذا فيه تفصيل على الراجح، فإن كان ذلك عند ضيق الوقت فنعم، كما لو أخر القضاء إلى شعبان ولم يبقى من شعبان إلا ما يكفي القضاء فإنه لا يجوز له أن يتنفل، بل يجب عليه أن يقضي. أما إذا كان في الأمر سعة فالراجح أن له أن يتنفل بالصوم وإن كان عليه قضاء، فله أن يصوم عاشوراء، وله أن يصوم عرفة، وله أن يصوم الاثنين والخميس، لأن قضاء رمضان موسع. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.